الزول ذا مقران في اللوم. مرحبا الزيوم ذي نوفت تجديد سي همدين تنبشار سي المحطة تنبشار ذي النوفت تسمى إثران النصورة كل كلت الروح أنظر يجن الصنف يجن الراهذا سي الفنون مخالف ذا ذي الصورة أكذ إربع إلا أنت خدمت ذي الصنفة صراحة نمسلي في سن الصناف قلنا توسنن خصوصا مزوار زي سن الفن القناوي الديوان يقلا يتوسن دي خلال نتمور اي فاتسيانيتي سي الجيت النصورة باش يوض الصوت النص ويوض الحس النص غالي امورا الجناس ايك مخالفنت ونرني ثانا مسيف في الطبع الزفاني الا انت خدمت سدنان دانيتي دي القناتسة ذي الولايه بشار بالاول لما عبد الله في اللوم جميع ثراحة يفضاك ذي مدو كلنا عبد المجيد الزناني انت نقلان دي مدبر تربع قاعدة الوحى بشار الزول في الله. مرحبا بك سي عبد المجيد. الله يرحب بك خير. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا على تلبيه على الدعوه ونشكر عمال محطه بشار للتلفزيون. يعطيك الصحه. أرني أصرح بغا ثان اسمسا حافظة زيغم انت ثقل انت مدبر ثان تربع من زفانات اللقنة تسا أزول في اللام مسا حافظة. مرحبا زي الله يسلمك. صباح الخير عليكم. صباح الخير جمهورنا الكريم ناس بشار ناس القناة تسا. أعطيك الصحة. أرني أصرح بغا ثان اسمسا فريدة عبد العليم انت ذيشت سي هربع ثان زفانات القناة تسا أزول في اللام. مرحبا بك. يسلمك بارك الله فيكم. صباح الخير. صباح صابا يعطيكم الصحة. الحمد لله يعطيكم الصحة. وأنا مع فرقة زفانة. الله يبارك. يعطيكم الصحة شرفتونا اليوم بهذه الألبسة التقليدية هذه تاع جهة الصورة تاع جهة بشار. اللي يشوف هكذا يعرف باللي رانا في بشار. يعطيكم الصحة. سي عبد المجيد لو كان نهضروا شوية على موسيقى الديوان فن الديوان نظن أنه هو خرج منه من بشار خذا صدى دولي لأنه أولا بالك فن متأصل جدا وعنده جذور طويلة هنا ثم عنده هذاك البعد العالمي لذلك الناس يسمعوا الديوان يعرفوا كل الجزائريين ويعرفوه حتى خارج الجزائر. واش علاش خذا هذه السمعه هذه الدوليه والسمعه الطيبه هذه؟ شوف الديوان هو عباره عن موسيقى روحيه. احنا منذ نعومه اظافر نتاعنا احنا نتبعوا هذا الفن الراقي. احنا نسموه فن راقي. الديوان جاء اصل نتاعو يقولوا موسيقى افريقيه. هذه الموسيقى الافريقيه توسعت على حساب النسيج العمراني وعلى حساب الفتوحات اللي صارت هنا في افريقيا وعبر العالم. تنقل من افريقيا لعمق افريقيا الى شمال افريقيا. كي نقولوا شمال افريقيا كل الدول اللي شمال افريقيا كلها وعنده فن هذا القناوي وكل دوله وكيتسميه. عندها عدة أسماء هذا الديوان. في الجزائر الديوان بان في شمال إفريقيا في شمال الجزائر دول الولايات الشمالية عين تمشنت معسكر مستغاليم سعيدة بدا يتفرع الديوان بدا يتوسع نظرا للوسائل الإعلام ونظرا للنقل والناس من الصحراء تروح للشمال تجيب معها واش الاكتشافات اللي لقاتهم في الشمال. هذا الديوان جانا عن طريق ناس عن طريق زوايا كانوا ينظموا الوعده من كل سنه وكل زاويه من هذه الزوايا نتاع الديوان تحيي عادات وتقاليد نتاعها في تاريخ معين. وكانوا الضياف نتاعهم اللي يجوهم باش يشاركوهم في هذا الفرح في هذه المناسبة السعيدة اللي هي الوعدة يجوا من عدة ولايات. الحمد لله تطور العالم وثلاث وسائل نقل القطارات الحافلات السيارات الناس تبعد الزيارة نتاعها تبعد المشاركة نتاعها. تخيل من مستغاليم يجوا أعناء السفر من مستغاليم إلى عين الصفراء من مستغاليم إلى بشار من مستغاليم إلى مشرية من عين تمشنت الى بشار باش يشاركوا اهل ديك الزاويه في المناسبه نتاعهم الا وهي الوعده. الديوان كنا نعرفوه قلت لك موسيقى روحيه. الشباب نتاعنا ورحنا كنقول لك التطور اللي عاشته العالم
دخلوا عليه بعض طوروه، احنا ما نقولوش دخلوا عليه، طوروه. كان بعض الفنانين الله يعطيهم الصحه ومشكورين بدعوا في 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 تطوير هذا الفن. ما خلاوهش غير داخل الزاويه، ما خلاوهش تقليدي، ما خلاوهش روحاني، داروه الموسيقى يسلوا بها الجمهور، يحيوا بها سهرات، ينشطوا بها شي حفلات هكا. من بين هاد كاينين فنانين جزائريين هما مشكورين كذلك، وين الفن القناوي، فن الديوان، احنا نقولوا فن الديوان، راح حتى الغرب، راح حتى تعدى الشهرة عالمية. نعم، تعدى الدولة الجزائرية، تعدى. راح نتكلموا على هذه النقطة هذه. هذا صغر مساء حافظة زغم، انت ايضا راك على راس فرقه اللي راهي مختصه في واحد الستيل اللي راهو فولكلوري، اللي راهو نوجدوا في الاعراس. يا هل ترى هذا وش هو هذا الفن اللي راكي تقدميه، هذا الفن الزفاني هذا؟ والله الفن الزفاني ما يخفاكش، هذا طابع تراث. ايه؟ تراث تاعنا، تاع البلاد، تاع القناة. خاص بالنساء فقط؟ خاص بالنساء. النساء اللي يديو خاص فقط. بالنساء، مجموعة تاع النساء. هذه المجموعة كانت منذ القدم، ماشي غير دروك، خاطرش حنايا شدينا المشعل على مجموعة كانت قبل منا تأدي هذا الطابع الزفاني. الطابع الزفاني كان يتأدى في البيوت، خاص بالنساء، كيكون حفلات، يكون مناسبة دينية، يكون عرس، يكون ختان، يكون. كانت مجموعة من النساء تأدي هذا الطابع تاع الزفاني، ويأدوا أغاني أخرى مش غير الزفاني. بصح الأصل، الأصل اللي نبداو به الفرح، وانا نبداو به هذيك المناسبه، نبداوها بالزفاني. هذا القول الزفاني كي تقوله تعرف باللي راك في قناتها. الله الله. كي تبدا الحفله ويسمعوا الرنه نتاع الزفاني ولا الطبل نتاع الزفاني، راه في قناتها. الله الله. هذا واش يميز لكل منطقه وعندها الفن تاعها. مسا فريده، فهذا الفرقه تاعكم شحال راكم من النساء؟ انت راكي وحده منهم؟ مش شحال راكم من النساء؟ شحال كاين؟ احنا خمسه. خمسة. وهذا الطبع هذا يعني الآن مختصة بفرقة معينة، بالك بكري كان يؤدى أي نساء يقدروا يؤديوا هذا الفن هذا؟ لا، أي نساء. الآن أصبح اختصاص تاع فرق خاصة، كانت فرق قبل منا الله يرحمهم كان يؤدوا هذا الطبع في الجيل اللي فاتنا. عاود جات فرقة واحدة أخرى اللي كانت فيها الأم نتاعي، كانت فيها فاطمة أبو علام، نعطيك اسامي هكا يعرفوه، يعرفوهم هنا، ماما عزي، فاطمه الطاهر، هادو نساء اللي خاصين بالقناه ديسا كانوا يؤدوا هذا الطابع الزفاني. انا كنت نمشي للاعراس ولا نحضر الحفلات، نرفد خص الام تاعي في هذه المجموعه، نرفد الاغاني، وليت بشوي بشوي نكبر حتى كونت فرقه، فرقه اللي كانت خاصه بيا. ومن بعد كي كاين ظروف توفاو بعض هاد الزفانات، كاين اللي مرضت، كاين انا حملت المشعل تاع الفرقه. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. سي مجيد، واش رايك وكان نروحوا نسمعوا اول اغنيه تاع تاع الديوان، هذا الطبع هذا اللي راهو متاصل في هذه المنطقه، اللي بالخصوص يعني امكن تال جيتان الصورة لا توسنزيس بالمعيه تاعك سي مجيد، راح نسمعوا بالمعيه تاع وكن فرجن النغي لان تفرجن ذينا، راح انسلت انزيستا الديوان امزورت لقد نولى. Sabaya Maria, Sabaya Maria, Sabaya Maria.
زفريا زيستاد ولا خلينا نقدم نكمل جميع في الديوان كذا عندك النغ عبد المجيد. سي عبد المجيد لو ستيل قناوي فيها الديوان الالات الموسيقيه اللي معتمده هي يعني في الروح تاعو يعني في الاصل تاعو مبني على ثلاث الات اللي كنا شفناهم عندنا القنبري والقرقابو والطبل الطبل احنا نسموه بالسميه القناوي نسموه قنقا 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 نعم. حبيت نعرف هذا الموسيقى والالحان والكلمات يا هل ترى هذو جايين من التراث ولا الفرق الان عندهم الحق انهم يجيبوا دي تاكس جدد ولا الحان جدد ولا اسكو في دي يعني حدود ولا كاين مجال للابداع؟ نقطه مليحه هذه بارك الله فيك. احنا الديوان جا المنطقه ثاني نقول لك شمال افريقيا جا باللهجه الافريقيه. ايه اللهجه الافريقيه عنده كل قبيله وكانت تهضر بلغه. اللهجة اللي جانا بها الديوان الشمال إفريقيا جانا بالبمبارة وبالحوسة نظرا اللي احنا كمنطقة مسلمين وعرب غيرنا بعض الكلمات وغيرنا حتى الأداء دخلنا تلقى في احنا ما نقولوش أغاني نقولوا أبراج في الديوان عبارة عن أبراج نعم صحة. كل غنية سميتها برج وكل برج يعالج موضوع من مواضيع اللي كان يعيشها الإفريقي آنذاك. احنا بدلنا ماشي احنا ما نقولش احنا المهتمين ولا الناس اللي اهتمت بالديوان دخلوا عليه الكلمات العربية دخلوا عليه المديح الديني بعض الأبراج فيهم المديح من اللي يبدأوا يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة النساء اللي كانوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الملوك اللي كانوا في شمال في جنوب افريقيا ملوك روحانيين كانوا يجبدوا حتى بعض اسماء روحانيه كي نقولوا الروحانيه اسماء تاع بعض واحد الناس ما ينشوفوش بالعين المجرده. هذه في الطقوس الاولى كامل الصالحين الطقوس التقليديه تاع الديوان. علاش كنقول لك موسيقى روحانيه علاجيه بعض الناس كان يستحال تعالجه بالطبيب وتديه دير لها وصفه طبيه. بعض الناس يتعالجوا بهذا الاداء بالروحانيه يعني على باز هو هكذا يعني يعطيك صحه جانب من هذه الروحانيه ان هذاك المريض نعالجوه بالديوان بالموسيقى بالروح اللي تخرج من القنبري ويشاطرني بعض المهتمين بالديوان وبعض المعالم ان المعلم كي يوقف حداه المريض يقدر المعلم هذاك تاع القناوي يقدر يشخص المرحله اللي راه فيها ولا الحاله اللي راه فيها هذاك المريض اللي جابوه له في ديك الليله. هذه في هي الحال لحد الان راه كاينه بصح الديوان في وقت سابق ولا في القديم هكا كانوا يديروا كل نهاية أسبوع يديروا دردبة ولا يقولوا في الشمال يقولوا الدردبة احنا نقولوا الليلة. هاد الليلة بعض الناس اللي كانوا مرضى بعض الناس كاين اللي كان عنده هموم داخلية مثله يعني مثل الحضرة اللي راهم يديروها مثلا يعطيك صحة الحضرة في الصوفية عند فرق صوفية في الطريقة الصوفية هذا تعتبر علاجية. بعض الباحثين شافوا باللي الديوان فيه نسبه من الصوفيه في الاداء نتاعه. يعني نقول لك في القديم ولا في ملي كانت افريق كانوا يلمدوا المرضى يجمعوهم ويحصوهم ونهار اللي يديروا الليله يجيبوهم ديك الانسان مجرد ما تبدا الليله وتشوف الانسان ولا ذاك الانسان اللي راه يتعالج بدا واحد الحالة ماشي اللي كان عليها معتاد. حالة غريبة وين الأهل تاعه يلاحظوا الفرق ماشي يلاحظوا الفرق كبير. كان وين الأهل تاعه ما يقدروش يستحملوا يشوفوا الحالة اللي راه فيها ينصرفوا من ديك الليل حتى من بعد كي يكملوا هذه الطريقة العلاجية ولا تكمل الليلة يجددوا ذوك المريض تاعهم نظرا للحالة اللي كان فيها لا يعطيك الصحة ليوصل ليها المريض هذا يعطيك الصحة. هذا صارم مساء حافظة
انتم الاغاني اللي راكم تاديوها في هذا ستيل تاعكم، يا هل ترى هي جايه من التراث ولا الالحان تاعهم يعني حاجه اللي لقيتوها سابقه وراكم تعودوا فيها، ولا كاين كلمات اللي تكتبيهم انتيا، اغاني اللي تلحنيهم انتيا؟ والله فيما يخص التراث تاع الزفاني، هادو اغاني من التراث، ماخوذه من التراث، كانت تحييها هاد النسوه كي تكون مناسبه تاع فرح عروس ولا عريس، ولا يغنوا على هذاك العريس ولا العروسه، تقعد ديك الغنيه تداول تداول هذيك الغنيه اللي يغنوها هنا غدوه في عرس اخر، يبدلوا غير الاسم تاع العروس ولا هذيك نحفظوها حنايا ساي نولوا نغنوها في العرس. كاين اغاني كيما نقولوا حنايا تاع صلاه النبي هذيك اللي ما نقدروش نغيروا فيها، هذيك نحفظوها، حفظناها يعني كيما نقولوا من التراث نعاودوها. حتى واحد ما عنده أغنية تاعي يقول لك عندي هذه خاصة بي أنا، ولا جميع الأغاني اللي رحنا نغنوها هي أغاني مأخوذة من التراث، من الزفانات كما نقولوا احنا، الاسم هذا تاع الزفاني أعطينا على اسم الأغاني اللي رحنا نأدوها، دوك الزفانات الأغاني تاعهم كاملة تراثية، احنا رحنا غير نعاودوا. كاين الأغاني الحديثة اللي رحنا نغنوها في الأعراس ولا هذيك يا نحفظوها يا نكتبوها يا نسمعوها في من عند فنانين كبار، صح، نعاودوا نغنوها في بالطريقه أفرع. بالطريقه كل واحد والطريقه تاعو اللي يغني بها، صح. مسا فريده، انت واش من الالات اللي راكي مختصه فيها في الفرقه، واش هما الالات الموسيقيه اللي تستعملهم في هذه الفرقه؟ ندير قرقابو. انت يا القرقابو؟ قرقابو يعني كي ديري القرقابو راكي تعاودي معاهم؟ نعاود لكم الغنى. كيفاش يكون يعني وحده تغني وانتم تعاودوا موراها؟ ولا احكي لنا شويه، احكي لنا الاخت حفيظه هي اللي تغني. ايه تغني وحنا نتبعوها بليك ليكو، انا نتعاود مورا ايوا وهي تبدا تغني وحنا نردوا عليها. واش من الالات واحد اخرين اللي كاين؟ ونضرب القلال، القلال نضرب الزفاني. اقلال يعني الدربوكه؟ ايه هذا هو؟ واه دربوكه. ايه بيزار نتشني نص قبيلي ثم نقرا قلال اقلال الدربوكه، صح؟ واه ايه كي نقبضها كيما هكا نضرب دونك اقلال يتحط على الكتف، الزفاني تحط على كتفتي ونضرب الزفاني. كي تبدا اخت حفيظه الزيغم تغني الزفاني انا نضرب القلال. سبحان الله. يعني كاع قلال الدربوكه الناس كاع يحطوهم هكذا هكذا. انا درت على كتفي كيما هكذا. الريتم تاع الزفاني. وي وفيها حكمه زعما ولا واشنو؟ فيها حكمه، وكان ما ديرهاش في الكتف تاعك ما تعرفش تخالف تخالف الضربه. يتنسق مع الاغنيه مع الطبل ومع البندير. احنا نضربوا الطبل ونضربوا البندير. ونقولوا اقلال، دونك كي نبغوا نغنوا غناء نورمال شطيح ولا نضربوه كيما تقول، بصح اقلال دائما في الزفاني يترفد على الكتف وتبعه البندير وتبعه الطبل باش تسمع الريتم تاع الزفانات. الو حنا يا رجال برا هكذا يبان لنا باللي شغل زعما شغل هذا الايقاع، شغل الايقاع شغل سي انارشيك هكذا وخلاص فينا الموسيقى. لا في ايقاع مضبوط ماهوش ساهل باش تضرب الزفان. بالمعيه تاعكم راح انزر تمير يج نتسجيل نزفانات لو قد نولى. يا مالي يا مالي والطلعات يزوروا وانا
اما يبدو كان لقلا نولاد نزرا ثاني تي ان تنزيس نزفانات دونك هذا الاغاني هذو اللي راكم ديروهم مسا حافظه هذو راكم ديروهم في المناسبات اللي راكم تسيهم. كنا تكلمنا على الاعراس اعراس حفلات دينيه مولد النبوي الشريف ختانة ولا اي مناسبه نشاركوا فيها لازم انا نبدا بالطبع الزفاني ومن بعد عندي طبع واحد اخرى كاين صح جيت حبيت نعرف ان هذا الطبع الزفاني هذا واحد وكاين مازال طبعين اخرين اللي الطبع الثاني اللي هو العروبي 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 وكاين الطبع الثالث اللي هو الزندالي صح واش هو الفرق بيناتهم تكلمي لنا على كل واحد واش هو واش لا الزفاني راني عطيتك الريتم تاعه يختلف عن الطبع الاخرى العروبي ثاني الريتم تاعه يختلف يجي خفيف الضربه تاعه تجي خفيفه سهله حتى في الاداء وكاع والطبع الثالث هو الزندالي اللي نقولوا حنايا الغناء تاع الشطيح تقدر تشطح فيه ترقص هكا صح الفرقه تاعكم فيها اللي يؤدي رقصات هذو كاين اللي يؤدي رقصات ما شاء الله شحال تسمى راكم كامل في هذه الفرقه هذه الفرقه ما نكذبش عليك هي الفرقه كل خطره وكيف على حسب الظروف هي من هي نورمال موزف يعني من 10 ل 15 مليح باش تكون الرده يكون الطبل يكون الغناء منسجم يكون بصح في المومون هذا اللي رانا فيه مع الظروف رحنا خطرات سته خطرات ثمانيه كل خطره وكيفاه يتغير العدد يتغير على حسب انتم عندكم تسجيلات ديزالبوم ولا حاجه ولا كاين امكانيات انكم تخرجوا ان البوم تاع زفانات مثلا ان شاء الله راني ان شاء الله نجري باش هاد نحافظ على هاد التراث اولا باش ما يهزولش ديجا كانوا زفانات اللي قبلنا انا لو كان ما حفظت شويه وحافظت شويه من عند الام نتاعي ومن عند الزفانات اللي راهم كاينين كاين اللي ماتوا ربي يرحمهم كان هذا الفن ما يبقاش تاع زفاني انا راني محافظه عليه وعلمته البنات اللي دخلوا معايا في الفرقه باش ما يموتش هذا الفن وراني ان شاء الله نتمنى باش ندونه يكون مدون في سيدي ولا هذه دنيا انا نروح يجي واحد اخر يسمع باللي كان فن اسمه الزفاني في هذه المنطقه صح بس فريد احكي لنا انت كيفاش باش جيتي لهذه الفرقه هذه مش انت اكبرهم يا اخي انا اكبر انت هي الكبيره فيهم الفالي تكون هي المعلمه يعني. انا كبيره يلا قولي لنا كيفاش بديتي باش التحقتي بهذه الفرقه هذه من الصغر وانت راكي مهتمه بالتراث احكي لنا على بداياتك وعلى كيفاش باش دخلتي لهذه الفرقه كنت نخدم مع حافظه في العراس اي وديت صاين زعما ندورو معاها في العراس ونخدمو اي بديت نتعلم الزفاني الان دروك الحمد لله تعلمت منها بزاف صوالح تسمى انت يعني هذا القلال هذا تعلمتيه كي تدخل عند حفيظه القلال من عند حفيظه ما كنتش نضرب الزفاني الحمد لله ما شاء الله دروك راني يعني تعلمت من عند حفيظه الزفاني بديت صاي تطورت فيه راني الله يبارك الحمد لله صح ويكون تكوين هكذا راكي تكوني بنات صغار واحد اخرين اللي راهم جايين خدموا معايا بنات ما كانوش يعرفوا الزفاني ما كانوش يعرفوا يضربوا الزفاني تعلموا درك راهم يضربوا الطبل يضربوا البندير يضربوا الاقلال الحمد لله وفريده ما يخفكش ما خدمتش غير معايا انا فريده راهي فنانه قبل مني كانت خدامه مع الفنانه حسنه البشاريه في فرنسا كانت تقدم لو ستيل تاعها مع حسنه البشاريه مي كي ولات الجزائر كانت تخدم معايا وتخدم مع حسنه مي دروك راهي معايا في الزفانات تعلمت ما شاء الله دروك انا كي نضرب الطبل نتكل عليها هي كاينه خيره خيره عباد هذه تاني معايا في الفرقه كاين ملكه بالعالم معايا في الفرقه كاينه الوالد نتاعي اللي ربي شافيها هي الاساس نتاع الفرقه الحمد لله رحنا متضامنين مع بعض ومحافظين على هذا الفن تاع البلاد تبارك الله يعطيك الصحه صغرك يا سي مجيد علاش نلقاو هذا الديوان هذا يعني ادخل عليه نلقاه كانه يتقاطع مع كثير من لي ستيل اللي معروفين حتى في امريكا وحتى في اوروبا تلقى مع الريغي مع البلوز ما عنديش يعني معلومات كثيره حول الموسيقى ولكن تلقى دي فوا يعني عنده نفس الهواء اللي كاين في دوتر ستيل اللي راهم حتى في امريكا شوف احنا على حسب الشيء اللي اكتشفناه والشيء اللي شفناه اي حاجه عندها اللي تذوقها تقدر تبدع فيها كيما نقولوا الجاز ولا الريغي ولا الراب
مادام لقى الناس اللي يذوقوه والناس اللي يهتموا به، تقدر انت كفنان كل خطره والشوفه نتاعك كي دير تطريب داك الجمهور. في الديوان آلات بسيطه، ماشي حاجه اللي تكلف، ولا ما نقدوش نقارنوا القنبري بآله موسيقيه كالكمان، ولا ما نقدروش نقارنوه لان القنبري آلة تقليديه بسيطه، يعني بسيطه تقدر في دارك تخدمها. مام المكونات نتاعها اللي مخدومه بهم آلة القنبري اشياء بسيطه كما نقول، من بقايا الحيوانات، بقايا الاخشاب، ولا من الشجره تقدر تخدم هيكل نتاع القنبري، من جلد نتاع الاغنام كي نذبحوا ولا كي نعيدوا، ولا نقدروا نستغلوا ذاك الجلد نتاع الغنم ولا نتاع الجمل ونصنعوا به ونغلفوا به القنبري. هاد الالات تقدر تنسجمهم مع الات حديثه، تقدر تجيب القنبري راه حنا نشوفوا القنبري تاقلم مع العود، اله العود اله قديمه ما نقدروش نقولوا التاريخ نتاعها ما نعرفوش، وما نعرفوش تاريخ القنبري حتى، ما كانش معلومات صحيحه اللي تقول لك القنبري ها واش من وقت خرج، واش من خرج. حنا كي حلينا عينينا لقينا اله القنبري قعدنا في اله القنبري. ان شاء الله كاين ناس مهتمين، كاين باحثين اللي راهو يسعوا باش يدونوا هذا الفن، يدونوه باش كاينين الناس يجوا من مورانا يطالعوا عليه ويشوفوا حتى تاريخه. آلة القنبري آلة القرقاب، هي آلة تقدر وانت جالس في مكانك يجيبوا لك فنان يغني الحوزي، تقدر بآلة القرقاب وتدخل معاه تنتج معاه بالذوق وتسمع. الشيء الغريب الشيء الجميل في القنبري انك اول حاجه اللي تتفاعل في الانسان السمع. صحيح. اول حاجه نسمع الوتره بودني، نسمع القرقاب بودني، هذا السمع يخليك تدوق الوترات، العزف على آلة القنبري، على العود، على الكمان. هذه الطريقه اللي خلات بعض هما مشكورين، والله احنا عندنا في الجزائر بعض الفنانين هما مشكورين اللي طوروا الديوان، احنا نقولوا طوروه اي حاجه تدخل عليها تغيير، ولكن الروح تاعو قعدت هي الروح القنبري تقعد هي. لان مادام قلنا اله روحانيه قعدت. كاين بعض الناس اللي نعرفهم انا بغاو يطوروا اله القنبري، فقدت المكانه علاش؟ باسكو الناس اللي اخترعوا القنبري عرفوا باللي كان قادر الى بغي يدير له 6 اوتار ولا يدير 8 اوتار ولا اللي ما يدير على 10 اوتار باش يضرب القنبري، شاف باللي 3 اوتار كافيه باش تكون اله تعطي صوت، تعطي الغرض اللي راه مطلوب منها. يعطيك الصحه سي عبد المجيد، راح نرني سلتي شتا انزيست الديوان لو قد ولا نكمل اجمعتنا. Yeah.
عيوني سيديه واجي العمامه سيديه ايوبني يوبني سيديه واجي العمامه سيديه ويا رسول الله سيديه وطار بدي فلا سيديه وهذا عار الله سيديه لا اله الا الله سيديه عبدك لقلا نغ ولاد غرا جمع في النغ نكمل لك عندك النغ عبد المجيد. عبد المجيد لانت اخلال ان الفرق قال انت خدمت ستيل ان الديوان من بينهم قعدت الوحل اللي راك انت على راس هذا الفرقه هذه، كيفاش تخلقت هذا الفرقه هذه؟ شوف تخلقت هذه الفرقه واعضاء نتاعها مشكورين من المعلم حتى لاخر قندوز عندنا. هذه الفرقة كانوا شباب بينهم المعلم محمد هو مشكور. محمد أعطى واحد القيمة لآلة القنبري لأنه من عائلة فنية وجد نتاعو كان يمارس الديوان وفاميلته تبارك الله الحمد لله راه عندهم مجموعة كبيرة في العائلة نتاعه اللي اعتنقوا هذا الديوان وعطاوه. محمد كان يعزف على آلة القنبري ما نقولوش تعلم، دا قرار باش يشوف هذه الآلة مناش متكونه منين جانا الديوان. اتصل بعم إبراهيم الله يرحمه، هو عميد معلمين تاع الديوان على مستوى الوطني، ما نقولوش على مستوى الشرق، على المستوى الوطني عميد من أعمدة الديوان في هذا الوقت الله يرحمه، نطلب له الرحمة. بدا يتشاور هو ومحمد، بدا يعطيه أسماء
يشرح لها الأبراج، طريقة الأداء، الكلمات، كل كلمة ومعناها. احنا قاع رحنا في الفرقة وما عندناش معلومات اللي عند المعلم محمد اللي يداهم من عند عم إبراهيم، هو مشكور مدام قرر محمد باش ينشأ في فرقة. أول من اتصل به اتصل بي أنا، قال لي باغي ندير فرقة، قلت له شرف كبير لي، أنا كان لي سبقت ونشأت فرقة قناوة الواحة بقيادة المعلم حاكم، والحمد لله هذه الفرقة تعرفت على مستوى العالمي والمستوى المحلي. قعدت الواحة جاب لي أسماء محمد وريحنا أنا وياه على بعض القناديز، شاورني وكانت الأمور شورة بيناتنا، فلان 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 فلان، لقينا بلي شباب والأغلبية تاعهم شباب ما شاء الله. تشاورنا أنا ومحمد ودينا قرار باش هاد الأعضاء يكونوا معنا في الفرقة مباشرة بعد ما لمدنا الأعضاء، وكانت لنا أسماء معروفة في 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 الساحة تاع الديوان. قررنا يكون عندنا اسم، ما يخفاكش باللي منطقة بشار زمان كانت عبارة عن واحات، والديوان كنا نأدوه في قاعدة، قلنا لي ما لنسموه قاعدة الواحة. قاعدة الواحة جات من القاعدة تاع الديوان، ومنطقة بشار جاية في الواحات، مزجنا بين قاعدة والواحة وخرجنا هالفرقة اللي الحمد لله عندها عدة مشاركات، شاركت في ومشاركت في عدة محافل دولية ومحافل محلية، شرفنا ولاية بشار، شرفنا الديوان المحلي تاعنا هنا في عدة تظاهرات ثقافية. ونشكروا كل الناس قطاع الثقافة من الوزارة حتى المديرية الثقافة، دار الثقافة، ونشكرهم فتحوا لنا المجال، أعطونا فرص، أعطونا دفعة اللي خلات الفرقة نتاعنا تبرز في الساحة الفنية. وعندكم تسجيلات ولا كان مشروع أنكم ديروا تسجيلات ألبوم مثلا؟ إن شاء الله عندنا مشروع، راح نفتح في كي نقول لك عندنا مشروع، بدينا في التحضير نتاعه ورحنا في اللمسات الأخيرة، وإن شاء الله إن شاء الله يبقى لنا الاتفاقية مع كي يقولوا إيديتور ولا يعني إيديتور لي منتج، يعني منتج اللي ننسقوا معه ونديروا معه اتفاقية ونخرجوا السيدي تاعنا إن شاء الله إن شاء الله. وراح تكون عندكم مشاركة أيضا في مختلف المهرجانات اللي كان إن شاء الله أصبح الآن كان مهرجان دولي للموسيقى الديوان إن شاء الله، الموسيقى الديوان اللي باغي تنظم هنا في ولاية بشار إن شاء الله، ونتمنى إن شاء الله يكون لنا فرصة ونشاركوا فيه إن شاء الله. إن شاء الله. بس حافظة هنا في بشار ولا في قناتها ولا أنا لاحظت بأنه العنصر النسوي حاضر بزاف في الفن. كنا استضفنا في أول حصة استضفنا مدير الثقافة، كان تكلمنا على مختلف الفرق مختلف الستيل، هكذا نلقاو دائما العنصر النسوي حاضر، يا إما في رقصات يا إما في أداء، حتى الديوان والقناوي راهم يؤديوه نساء أيضا مثل حسنة البشارية، نورا قناوة. شيء مهم جدا، يعني النساء حاضرات في الفن هكذا، يظهروا انه محافظين على الفن ومحافظين على التقاليد تاعهم، يعني المراه يعني تمد صوره مليحه للمراه البشاريه والمجتمع البشاري. المجتمع البشاري صح، ما نكذبش عليك، احنا دائما النساء نحرصوا عندنا ذاك الحماس، عندنا الغيره تاع الفن تاعنا هذا، نبغوا دائما نحافظوا عليه، نوصلوه كرساله للجمهور تاعنا في المحلي والجمهور تاعنا اللي خارج الوطن، باش هكا دائما تقعد الرنه نتاع التراث نتاعنا دائما ما شاء الله مسموح في جميع انحاء الوطن. ما شاء الله. الفرقه تاعكم عندها باج فيسبوك، راكم تتعاملوا بلي ريزو سوسيو لانه اصبح مهم جدا الناس يكتشفوا بعضهم بزاف. احنا ساعدتنا مواقع التواصل الاجتماعي بزاف، انا كنت نخدم غير الاعراس ما كنتش نخدم حفلات ما كنتش، بصح كي وليت نحط الاعمال تاعي في الباجا تاعي ولا وليت يسمعوني الناس يعرفوني، كي تقول الزفانات يقول لك حفيظه الزيغم مالغري دروك تقريبا كاع الفرق هادو اللي راهم مسميين روحهم زفانات خدموا معايا انا ما شاء الله، انا خرجوا من عند معايا وداروا فرق، ربي يعاونهم، انا ما نحسب حتى واحد، انا مادابي يتفرع هذا الفن
ماذا بيا يكبر، ماذا بيا يجوا فرق واحد اخرين. بصح الاسم الاساسي تاع الزفانات الحاضر، قبل كانوا الزفانات الله يرحمهم كانوا مسموعين بهذا، دروك كي تقول زفانات يقول لك حفيظه الزيغم. الله يبارك. وصح شاركتوا خارج ولايه بشار؟ رحتوا تظاهرات وطنيه مثلا؟ وين شاركتوا؟ والله شاركت تظاهرات، نشكر ولايه تلمسان عيطوا لي، شاركت في عيد المراه 8 مارس، وعندي في الشهر هذا نشكر ولايه اضرار رئيس البلديه ولي ولايه اضرار عائله حموده على راسهم عبد القادر حموده استدعانا، قمنا حفل ليالي الصيف في ولايه اضرار، شاركنا هنا في بشار مديرية الثقافة عرضتنا، خدمنا ليالي الصيف لولاية بشار، الحمد لله عندنا مشاركات وما زالنا معروضين إن شاء الله. إن شاء الله نخدمه إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. مساء فريدة، أنت راكي معولة تكملي معاهم إن شاء الله مشاريع توعك على مستوى الشخصي تاعك. انت راكي باكي تخدمي دوتر ستيل، خدمتي مع حسن البشاريه، بصح جو بونس بلي راكي لقيتي راحتك مع الزفانات. سي بون خلاص ما تدوري نيغوش نديرو الدرك خلاص. ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. الله يبارك فيكم. راح حنرني السله ايش تنزيست الزفانات قيمتك كذا. معشوق فان بي اول اللي زوراي لا مقامو الشباب بيمنا ونزور المصطفى، وانا معشوق فان بي اول اللي زوراي لا مقامو الشباب بيمنا ونزور المصطفى، وانا معشوق فان بي اول وصلني زوراي لا مقامو الشباب لينا ونزور المصطفى، وانا معشوق فان بي واللي زوراي لا مقامو الشباب لينا ونزور المصطفى، وانا معشوق فان بي وصلني زوراي لا مقامو وصلني زوراي لا مقامو الشباب ليمنا ونزور المصطفى. او يا سادات البر والبحار، او نجمعوا كاملين عندو دار وديوان، او انا شيخي ميدوسي يا ابن بوزي هما يبدو كلا قلنا نولد زفريان زيستان الزفانات، هما قلنا نوض الوقت يقمض دين دين، قلنا نوض غير نقرا. نجي عندك مساء فريده، رانا اليوم جينا في ضيافتكم هنا في بشار، نقول لكم يعطيكم الصحه اللي رحبتوا بنا وشاركتوا معنا في الحصه. واش تقولي لنا في الكلمه الختاميه تاعك؟ نشكر الضيف نتاعنا الله يبارك، ونشكر الاذاعه تاع بشار، والحمد لله راني مع الزفانه حفيظه الزيغم وتعلمت منها بزاف صوالح، ويخلي لنا مشهبه طول عمرها هي البركه نتاعنا، ورحنا نورثوا في هذا الزفاني تبارك الله، ورحنا معروفين. وكي ندخل انا كاع في الاول في العرس
يعرفوني باللي انا زفانه. الله يبارك. كي يشوفوني انا يعرفوا باللي زفانه حافظه. يعطيك الصحه. هذه هي، وان شاء الله ربي يعاوننا ويقدرنا ان شاء الله. يعطيك الصحه. يعطيك الصحه مسا فريده. بصح حافظه اول ما نلقى الكلمه الختاميه تاعك. الكلمه الختاميه نشكركم على حسن الضيافه، نشكر اذاعه بشار، نشكر كاع اللي ساعدنا وراه مساعدنا باش نبلغوا هذه الرساله للجميع باش يسمعوا هذا الفن الزفاني تاعنا تاع القنادسه، وبارك الله فيكم. شكرا. يعطيك الصحه. سي عبد المجيد. والله لي شرف كبير لي راني اليوم معكم في البلاطو. نشكروا عمال جنود الخفاء محطه تلفزيون بشار، ونشكرك انت خويا محمد لاني في مده ما تلاقيتش انا وياك. كان سبق لي وتعاملت انا وياك. سي مجيد صديقي. الله يجزيك خيرك. نتمنى ان شاء الله ترجع لدارك سالم. ان شاء الله. ان شاء الله. وهذه هي بشار. الله يبارك. بشار الفن، بشار الثقافه، بشار عده طبوع. نتمنى ان شاء الله كما ريحنا هنايا حنايا كطابع الديوان وطابع الزفاني، نتمنى طبع واحده اخرى تكون ان شاء الله تعمر البلاطو. ونشكركم نشكركم شكرا جزيلا، وكل عام وانتم بخير، والف مرحبا بكل من يبغي يزور بشار. يعطيك الصحه. اهم يبدو كان نوض غير النقره كمنيني اعطيكم الصحه، وانني ثاني ميرثي هو الكائن خذا من محطه التلفزيون بشار. هولك الدونيثي قبل ان اكد ذي النوفثه نثران النصوره قيمه الخير ودي لهنا.